السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عمر من موقع جوالك حالا. اسمحوا لي أقدم لكم النهاردة ميزة جميلة بستخدمها عشان أكتب بيها بسرعة، وهي الكتابة عن طريق الصوت. الميزة ديت موجودة في الكيبورد بتاعت جوجل وغالبا الكيبورد بتاعت سامسونج. خلوني أجربها معاكم بعدة لغات ونشوف استجابة جوجل للصوت وترجمته لحروف مكتوبة هيبقى شكلها عامل ازاي. Hi guys, I'm writing this message using my voice in English. تمام، زي ما شفنا ده كان الرسالة اللي انا كتبتها باللغة الانجليزية وتقريبا عملها 100% بدون اي خطأ. خلونا نجرب اللغة الالمانية. Die deutsche Sprache ist nicht schwer und die Aussprache ist sehr leicht. تمام. تمام، برضو عملها 100% صح بدون أي غلطة. خلونا نجرب اللغة العربية ونشوف الكلام. أنا مختار اللغة العربية مصر. السلام عليكم، كيف حالكم إخوتي الأفاضل؟ تمام زي الفل، هو اخر كلمه لقطها مني وانا بقفل. يبقى زي ما وريتكم سهل ان انت تقدر تكتب باي لغه اللي انت عايز تقوله، بدل ما تقعد تكتب. يعني هو بيسمع صوتك يترجم الصوت لكلام وبتطلع النتيجه زي ما انتم شايفينها. بشكركم ونلتقي في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله.